كاظم الساهر، أي مرحلة عاطفية ناطرة أنت اليوم وأنت إنسان مطلق عندك ولدين، كان عندك تجربة زواج وحيدة، تجربة زواج وحيدة كافية تتعطي فكرة عن هذه المؤسسة الزوجية؟ يعني أنت سألتني السؤال وقلت لك أنه البحث الآن عن الاستقرار. بتحب اليوم؟ بتحب كثير، أحب الاستقرار. بتحب تستقر بس انت، انا مشكلتي ما اعرف البحث يعني كيف، يعني مثلا من ابحث عن مرأة حياتي صعب صعب، محتاج واحد يكون اجتماعي اكثر، يختلط اكثر، يشوف الناس اكثر ويحب العمر. انا مشكلتي لا، المحتاج انه اللي حتى يحثر على حبيبة عمره شريكة حياته ان يكون يبحث يعني بصورة جدية. انا مشكلتي اكثر الوقت في البيت يعني في العمل، في سكر الابواب جالس، يعني هو عندي الوقت بس انطوائي شويه، وهذه يعني ماني كثير اجتماعي انا، وذلك هاي هذا الغلط اللي داعشه انا، وان شاء الله يعني اذا كانت القسمه تصير ممكن اصارفها بشارع، ممكن اصارفها. صدفت انت عايش اليوم حاسس والله الان عايش مرحله حب؟ الان اعيش لوحده. كل هالبنات الجميلات اللي بيطلعوا معك بالفيديو كليبات إنني ولا وحده، انني دائما رجل وحيد. وطلع بالك انه ترزق بابني مثل ما كان كثير؟ انا امنيه حياتي ان تجيني طفله. وتسميها على اسم اول صديقه لك بالعراق؟ لا يعني الاسم يعلن في وقت اذا صارت. يعني شو طلع بالك؟ شو طلع بالك تسميها؟ طلع على بالي الانسان اللي راح تاخذني من الوحده هذه هي تسميه. ايه بس انت شو بتحب؟ بنتك ابو شو مثلا اذا بنتك غير ابو وسام؟ الله يسلمك يهم وعمر، يعني وسام عمر حياة عمري هذا، ما أقدر أسمي أحد الآن. طيب بنوت إذا بدك تسمي؟ ما أعرف. تحب بعد على مواصفات الوالدة؟ كثير هاي أمنية عمري هذه، ربنا يخلي لك إياها يا رب. تفضل. اتصلت فيها الوالدة قبل ما أجي وبلغتها إنه راح نغني أنا معاكي ست الحبايب، وكل الأم ست الحبايب أكيد، فلازم بعد شوي رح تسمعها، تنتظر حتى قبل ما تنام، هي جالسه امام التلفزيون. اه يا ريت بنحييها طبعا، تحيه كثير كبيره ميادة الحناوي، والله يطول عمرها يا رب. بين تصدر روتانا للانتاج الغنائي اليوم ووفائك لنجاحات زمان لمحسن جابر، وبين منتج فني ناجح اسمه نصر محروس، ايوه، وين بتدوري بهالفلك؟ وين رح ترسي؟ والله انا ما شرط يعني ادور ولا يعني، انا عندي حصيله من الاغنيات تكفيني يعني وممكن يعني ادور على اغاني جديده تليق بصوتي يعني. فانا ومحسن عشره عمر يعني، نحن اخوات، نتزاعل نتصالح، فبضل الود والمحبه موجوده يعني فتره 22 سنه، فما بتروح حدارا يعني. ونحن قدمنا فن جميل، ومحسن من الناس الزواقين جدا، وما زال يعني. طبعا الزمن تغير وكل الـ كل الـ كل الناس تغيروا، فبضل اخ وصديق عزيز. عرفت معي صوهبي مضت معهم مؤخرا؟ الله يوفقهم يا رب، الله يوفقهم ويوفق الجميع. مبروك لإله ولإله أكيد. عايزة أكيد. كاظم الساهر، أنت مين تنصح ميادة الحناوي من، تنصحها لميادة الحناوي من هالشركات اللي سميتها ونصر محروس؟ الله ما أعرف يعني، هي اختيار يكون إلها، بس هي حكت كلمة حلوة إنه الآن خلي تلقى الأغاني اللي تليق في صوتها ومن بعد تخطط. وبعدين الواحد بيفتش على شركة يعني. يعني انك تتعامل مع شركه تحترمك، تحترم مسيرتك، تحترم فنك. روتانا انقطع الحبل لازم الان. عفوا، المفروض روتانا الان تاخذ، المفروض روتانا تاخذ اخر الموسيقى طبعا. الان اعتقد روتانا حريصه. شو رايك؟ يعني انا بحترم روتانا كثير وبقدرها جدا جدا. ورايك هذا بالساهر؟ وطبعا بحترم راي الاستاذ قاسم كثير، يعني بيسعدني. انت
انت مطرح ما بتدخلي اي شركه بتضوي. الله يخليك. بتضويون وبتضوي الشركه بتضوي اي مكان بتدخلي. كاظم الساهر، ليش عقدك مع روتانا يتجدد؟ عمل عمل، نعمل عمل بنسوقه بيخلص العقد بنمضي عمل ثاني سنه بسنه. هو كان الفكره انه حتى يصير الان يعني الشيء الحلو بروتانا الان الكادر صار يعني كله اعتقد جدد، وصارت دراسات تكون على اكبر الشركات اللي في العالم، بده ياخذوا النهج جديد على الاسلوب المتبع في العالم. نعم. وذلك بدات روتانا الان غير اختلفت. يعني كانت كثير مشاكل في الاول صراحه. قصروا معك فتره، قصروا معك. هو مو تقصير حتى الفنان هم مقصر. مقصر. يعني الطرفين اذا هو قصر والفنان ايضا كان هم مقصر نفس الشيء. انا فكره اول مره فنان بيصرح بيقول الفنان كمان مقصر. طبعا. لان المتابعه بتصير من الطرفين والاتفاق وكل شيء بالاتفاق. فكان الحرص من اكون البوم واحد انه حتى يطلع بصوره اكثر جميله، حتى الالبوم الثاني اثنيناتنا نكون حريصين ان نكون مع بعض. بس الان خلوني في زاويه طبعا. اي زاويه؟ خلوني في الوسط، الاستاذ سالم وسمو الامير، وخلوني اوقع على ثلاث سنوات. على ثلاث سنوات؟ وقعت ثلاث سنوات؟ ثلاث سنوات. ميادة. نعم. قد ايه اخذتي نسبة مئوية بالنجاح من مصر ضمن 13 سنة ترحيل انت غبتي فيها عن مصر؟ ما فيني اقول نسبة مئوية، طبعا انا اخذت من مصر، اخذت اشياء جميلة جدا، اخذت الشهرة، اخذت محبة الناس، اخذت من شعراء عظماء، اخذت من ملحنين عظماء، اخذت من محبة الناس في العالم العربي، اخذت من بلدي سوريا الحبيبة كمان الاستقرار، اخذت يعني بدك تقول الكرامة اللي احتضنتني بلدي سوريا، فيعني انا بعتز انه انا سورية. نحن بنحيي من خريج اهل الشام. الله يخليك كلهم. كاظم الساهر، هالثلاث اسماء، مين النجم الاول او النجم السباق فيهم؟ الاول يمكن الرقم مش كثير بيوفي الغرض او الاكثر جماهيريه، خليني اقول عمرو دياب، جورج وسوف او كاظم الساهر؟ لا صعب يعني المعادله. مدرسه يعني جورج وسوف يعني سلطان طرب صراحه، يعني اللي اعطاه سلطان الطرب اعطى الاسم على المسمى. الله يرحمه جورج ابراهيم الخوري هو اللي لقى اسم على المسمى، فما ممكن، مستحيل طبعا. فن عمرو دياب فن يعني الاستعراض، فن استعراض الحلو، انه الزمان اللي كانوا في زمان كنا نشوف الفن الاستعراضي، فن الحلو الخفيف انه البسيط، انه في متعة للناس، في رقص، في طبعا ما فيك تشبه الطرب غير ما فيك تشبه وحضرتك الطرب. يعني انا اجمع بين الطرب. انا بقول طرب. قلت لك الطرب. شو ما يعني طرب طبعا. ما في جدال يعني.